يسعد أوقات حبايبي بكل مكان. كان يا مكان بقديم الزمان ملك متربع عرش مملكته وبقصره عايش سلطان. بحب بطنه كتير كتير وتمه بالأكل على طول مليان. بمطبخ قصره جايب أشطر الطباخين من كل مكان. مرة خطر على باله خاطر غريب، شي يعني بتكون تقوله قريب من الجنان. قال بيتنازن عن عرش مملكته لمين بيقدر يعمل أكلة مادة أطيب منها بكل البلدان. وزاع الخبر بين الناس وانتقل بين فلان وعلان، وطمعت الناس بعرش الملك. ومرت الأيام والملك ناطر الأكلة الطيبة، وقاعد مرة هيك عم يتمرجح على هالكرسي الخيزران، لحتى وصل على قصره من أرض الشام فارس الفرسان، حامل بإيده منتجات الدرة دبس الرمان. وطلب من طباخ الملك صحن فتوش وحراق بإصبعه وكبة مشوية كمان، وفوق كل صحن عصفرة الملك حط من دبس الرمان. ودا الملك أول لقمة وقال له أمان أمان يا ربي أمان، شو هالطعم الشهي، لو تعرف أنا منك شو فرحان. رح أتنازلك عن العرش مثل ما وعدت، من اليوم أنت السلطان. وقبل ما أترككم بخير وأمان بدي أنصحكم جربوا من الدرة كمان وكمان. بالهنا والشفا يا صايمين، رمضان كريم.